السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة فك الحظر عن شخصين معطين بعض حظر في الانستغرام. طبعا لما تدخل على حسابه اذا انت معطيه حظر وهو معطيك حظر، ما تقدر تفك الحظر، انه ما تطلع لك خيارات ولا يطلع لك الحساب. الحل الوحيد ان شخص ثالث يتدخل بالموضوع. كيف يتدخل بالموضوع؟ يضيفكم انتم اثنينكم في جروب، وهو الثالث هو يسوي جروب يضيفكم اثنينكم مع بعض. طبعا هذا حسابي في الانستغرام، بتشرف بمتابعة الجميع. طبعا بعد ما يضيفكم يرسل اي شيء بالجروب، وبعد كذا يضغط تدخل على الخاص وتدخل على الجروب من هنا. حتى لو الشخص الثاني كاتب شيء انت ما راح تشوفه لانكم معطين بعض بلوك. بعد ما تدخل على الجروب تدخل على اعدادات الجروب من هنا، على علامة التعجب من هنا، وراح يطلع لك الاشخاص اللي مضافين بالجروب، الشخص الثالث اللي ضايفهم. كل اللي عليك تسويه انك تضغط على اسمه من هنا، وتضغط على 3 نقاط وتشيل البلوك عنه. اتمنى الشرح كان واضح وبسيط وسهل. اي سؤال او استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.